بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا ولاد بإذن الله الدرس الثاني في الوحدة الرابعة، المفهوم الأول مفهوم التكيف من أجل البقاء. هنبدأ في الشرح بالخصائص البيئية وطرق تكيف الكائنات الحية. كلنا يا ولاد عارفين إن البيئات في العالم بتختلف عن بعضها، كل بيئة لها خصائص ولها صفات ولها طباع. فمثلا مصر بتتميز بإن البيئات متنوعة، فنلاقي في مصر المناطق الصحراوية، ونلاقي أماكن الواحات، ونلاقي وادي النيل الخصب الجميل القابل للزراعة. الحيوانات والنباتات الموجودة في كل بيئة بتحاول تتأقلم وتتكيف وتتعايش مع البيئة. طب هنبدأ بإيه؟ بشرح التكيفات التركيبية. وتفتكر في سنة رابعة خدنا شرح وافي للتكيف التركيبي، وما أقول تركيبي يبقى مرتبط بتكوين وتركيب جسم الكائن الحي. وهندرس مجموعة من الحيوانات. أول نوع البطريق الإفريقي، أهو أدي صورته. طب بتعيش فين يا بطريق يا إفريقي؟ يقول لك في سواحل جنوب إفريقيا. طب إزاي بتتكيف يا بطريق؟ ربنا سبحانه وتعالى ميزه بدايرة من الجلد خالية تماما من الريش، يعني عنده جزء خالي تماما من الريش، بتحيط بكل عين من عينيه. يبقى الأماكن الخالية من الريش محيطة بالعيون. طب فايدتها تبريد جسمه، علشان هو بيتحمل درجات الحرارة المرتفعة في السواحل الإفريقية. نيجي لمين؟ لبطريق آخر، ولكن بطريق بيسموه البطريق الإمبراطور. حتى شوف وقفته، شوف الحطة والبطة، شايف عامل ازاي؟ امبراطور فعلا، سموه البطريق الامبراطور. طب بيحب يعيش فين؟ في القطب الجنوبي، في القطب الجنوبي. طب ازاي بيتكيف؟ جلده سميك ومغطى بالريش، الريش الكثيف لتحمل درجات الحرارة المنخفضة. ليه؟ لأنه بيعيش في الأماكن الباردة. ما هو القطب الجنوبي يبقى مكان بارد، مكان ثلجي. طب ازاي يتحمله؟ بالجلد السميك المغطى بالريش اللي بيحميه من التجمد. نيجي لصنف اخر، وهو الثعلب القطبي. ما شاء الله عليه، شايفين شكله؟ شايفين جماله؟ ده الثعلب القطبي، بيحب يعيش في القطب الشمالي. طب ربنا ميزه بايه؟ بالفرو الابيض السميك، علشان يتحمل درجات الحرارة المنخفضة، يعني البرودة الشديدة، سواء كان في القطب الجنوبي عند الإمبراطور أو في القطب الشمالي عند الثعلب القطبي. وتساعده كمان على التخفي بين الثلوج، بمعنى إن ده لما يتخبى في التلج محدش يعرفه ولا حد ياخد باله منه، لأن فراقه أبيض لون التلج. نيجي لصنف آخر من الحيوانات، مين؟ سحلية الصحراء. ودي شكل السحلية، من اسمها السحلية الصحراوية، يبقى بتعيش في بيئة الصحراء، وجسمها بيغطى بقشور، والقشور دي صلبة ولونها شبه لون الرمل سبحان الله، فتساعدها على التخفي من الأعداء وتحمل الحرارة. أهي دي لوحدها سؤال علل، ليه لونها مقارب للون الرمال؟ لتحمل الحرارة وللتخفي من الأعداء. أمال اللي قدامنا ده إيه الأسود ده؟ ده نوع من الضفادع، سموه الضفدع السام. ده بيعيش في الأماكن الاستوائية والغابات الاستوائية المطيرة. التكيف بيتكيف إزاي؟ ربنا ميزه بعيون كبيرة بتساعده على الرؤية من خلال الليل. يبقى لو جالك سؤال علل، ليه بيتمكن الضفدع السام من الرؤية الليلية؟ لأنه يمتلك العيون الكبيرة في الغابات الاستوائية المطيرة. نكمل الورقة الثانية في الدرس الثاني، وما زلنا مع التكيف التركيبي ولكن في النباتات. النباتات يا أولاد بتقدر تتكيف في البيئة اللي بتعيش فيها. هندرس من دلوقتي البيئة الصحراوية الغربية في مصر كمثال على هذا الأمر. ينظر وجود النباتات فين؟ في أماكن كتير جدا من الصحراء الغربية في مصر. يبقى لو قال لك ما الصفة التي تتمتع بها الصحراء الغربية، تقول له ندرة وجود النبات.
طب لو جالك سؤال علي ليه النباتات نادرة في الصحراء؟ أقول له سهلة قوي، لظروف البيئة الصحراوية القاسية القاحلة. طب النباتات اللي موجودة بتعمل إيه؟ قدرت إنها تتكيف وتتأقلم مع الظروف. طب إيه المميزات اللي ربنا إداها للنبات عشان يقدر يتعايش؟ قال لك الحجم الصغير يساعدها على تقليل فقدان الماء. يبقى لو قال لك علل لماذا النباتات ذو حجم صغير في الصحراء؟ لتقليل فقد المية. ايه كمان؟ الجذور قصيرة ومتشعبة بتمتد من سطح الارض، علل لسحب المياه المتاحة في اي طبقة من طبقات الارض العلوية. يبقى ليه الجذور قصيرة ومتشعبة وقريبة من سطح الارض؟ قريبة كده ليه؟ لتستطيع سحب المياه في الاماكن العلوية. مش بس كده، ده في شعيرات جذرية واشواك. طب علل ليه موجود شعيرات واشواك؟ حتى يمكن ابعاد الحيوانات اكلة الاعشاب، يعني الهدف منها الحماية لنفسها. اما السقان او الاوراق فسميكة. طب ليه سميكة؟ من اجل تخزين المياه. يبقى السؤال ده كله تعليلات يا اولاد. طب اديني امثلة للنباتات اللي بتعيش في الصحراء. اشجار الصمت المظلي اللي شبه التندة، والاعشاب، والنخيل الصحراوي، والتين الشوكي الجميل، والشجيرات الشوكية زي ما انتو شايفين في الصورة دي. طيب توجد بعض النباتات بتلاقي طرق اخرى من اجل التكيف لو في جفاف، لو في نقص في المية. زي مين؟ ايه الحاجات اللي ممكن تعملها النباتات؟ قال لك ان يبقى عندها استجابة سريعة للامطار. يقوم ولد يسأل يعني ايه يا مستر الجملة دي؟ يعني ايه النبات عنده استجابة سريعة للأمطار؟ يعني النبات أول ما المطر ينزل بشكل سريع ينمو بعض النباتات، فيساعد على الوصول، يساعد على الوصول إلى مرحلة الإزهار بسهولة. يعني ايه الجملة برضو مش فاهم؟ يعني بيقدر بيستفيد من مية الأمطار فور هطولها، يساعده على النمو ويساعده على الإزهار. طب ايه كمان ممكن يعمله النبات لو في جفاف؟ ان البذرة بتاعته تكون متينة. يبقى هذه النباتات بتنتج بذور متينة قوية طويلة العمر، تفيد في ايه؟ تساعد على مقاومة فترات الجفاف وتنبت بمجرد تحسن الظروف. يبقى بذور صالحة وجيدة. اخر نقطة علل، بيقول لي علل تمكن بعض النباتات من انهم يتكيفوا في الظروف الدافئه والجافه. اقول له لان النباتات دي بتتمتع بصفات تساعدها على البقاء في ظل الظروف البيئيه القاسيه القاحله. تاني، لان هذه النباتات تستطيع التكيف والبقاء في ظل النباتات والبيئات القاسيه. يا رب الدرس يكون سهل وبسيط ومفهوم، ولسه له جزء تاني بإذن الله.